بجد تحية بيك يا محمد، وبجدد تحية بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا لسه مستمرين وأجواء ما قبل مباراة الأهلي والوداد، المباراة الهامة جدا جدا بالنسبة لنا كلنا. طبعا خليني أقول لك إن معايا في هذه اللحظات كابتن هشام حنفي أحد نجوم النادي الأهلي سابقين. كابتن هشام برحب بيك، والنهاردة أكيد مباراة مهمة جدا ومباراة كبيرة للنادي الأهلي أمام فريق الوداد، شايف المباراة إزاي؟ في البدايه طبعا اكيد برحب بيكم يا امير، وتغطيه ان شاء الله ممتازه باذن الله، ويا رب ان شاء الله طبعا تبقى يوم حلو علينا ويبقى كل حاجه ان شاء الله في صالح النادي الاهلي. طبعا المباراه صعبه ما فيش شك، المباراه صعبه، اجواءها صعبه، مباراه فاينل يعني، مباراه كبيره من العيار الثقيل يعني. الحمد لله برضو من الماتش الاولاني هنا لقد يعني ان شاء الله مع الروح المعنويه العاليه والمكسب المعنوي اللي فات في الماتش اللي فات هيدينا برضو دفعه معنويه كويسه، غير لما تروح هناك الماتش الاولاني. طبعا هو الفاينل يا ريت يبقى هنا اصلا، لو من الاول كان القرعه كانت هنا طبعا كان اكيد يعني بالنسبه لنا، بس انت النهارده جاي برده من نشوه فوز، نشوه فوز كبير الحمد لله، الفرقه كانت واقفه على رجليها كويس برغم ان كان عندك اثنين بره الفرقه، لكن النهارده الحمد لله الفرقه مكتمله باذن الله، يبقى لينا دور كبير. دايما دايما قدر النادي الاهلي محطوط تحت ضغط دايما، فان شاء الله الاهلي قادر على ان هو يكسب ويكسب مكسب كويس. هي فرقه كويسه طبعا، فرقه كبيره فيها لعيبه كويسه وليهم كل الاحترام، طالما وصلوا فاينل يعني، طالما وصلوا فاينل فاكيد هم فرقه كبيره جدا، فرقه محترمه. هو هيلعب بنفس السيناريو اللي انت لعبت بيه بره، مش عايز يدخل فيه اهداف كتير، هيحاول يبادر ان هو يحاول يخطف اي هدف، لان انت عارف اي جون بيصعب الماموريه عليك طبعا ما فيش شك، ولكن النادي الاهلي الحمد لله فريق كبير وفريق قادر على ان هو يحرز اهداف ويحرز هنا وهناك. الاهلي بيلعب بره وجوه يعني الحمد لله بشكل قوي وبشكل باين قوي لفت النظر، هو ما عندوش رهبه حتى لو هو مهزوم يعني. انت واحنا هناك في الماتش اللي هناك بتاع ترجي وانت مهزوم قدرت تكسب وجبت جونين، فتقدر على طول، عندك اوراق رابحه كويسه جدا. يا رب النهارده يبقى الحظ معانا والفرقه تبقى حالتها كويسه، هيدينا دفعه معنويه كبيره وان شاء الله نكسب ونستغل يعني، نستغل زي الجون الاولاني اللي جه الماتش الاولاني بدري، لو احنا عرفنا ان احنا من البدايه نجيب ونجيب في كرات ثابته كتير ان شاء الله نحاول نحرز اكبر الاهداف ان شاء الله السنه النهارده ان شاء الله. لعبت كتير جدا مع النادي الاهلي واكيد ليك خبرات كبيره، من خلال خبراتك ايه النصايح اللي حابب تقولها لعيبه النادي الاهلي قبل المباراه دي؟ لعيبه كبيره مش محتاجه يعني، هم خلاص هم مش محتاجين النصايح، لان هم خبرات وهم مروا بالظروف دي اكتر بكتير من اي حد يعني فعلا، فليهم كل الحب والتقدير والاحترام والثقه، لان هم عندهم ثقه في نفسهم جامده جدا واصلنا يعني، هي كل الثقه اللي عندهم دي واصله لنا. فاكيد كل اللي انا بس بتمناه ان احنا نحاول نبقى عندنا هدوء في الملعب، ما نتعصبش. ده طبعا برضو المغاربه وشمال افريقيا عامه بيبقى ليهم لعب كده استفزازي شويه، حالتك كويسه وتقدر تكسب ان شاء الله هنبقى احنا ليدنج على طول الماتش ان شاء الله باذن الله. مدام كابتن هشام توقعاتك ايه المباراه؟ لا اكيد لازم نكسب ان شاء الله، يعني مش اقل من 2-0 بصراحة. يعني أنا شايفة وإحنا جايين في الطريق جمهور رهيب، يعني حاسة إن يعني كل شعب مصر جاي أصلا يشجع المباراة دي، فيعني هي مباراة مهمة ومباراة مصرية طبعا عشان هي على أرضنا، فلا إن شاء الله بإذن الله مش أقل من 2-0 يعني. إن شاء الله بإذن الله. توقعاتك يا كابتن هشام؟ أتمنى 3 إن شاء الله يا رب، يعني إن شاء الله تبقى الحالة كويسة ونقدر نحرز إن شاء الله 3 أهداف بإذن الله يا رب إن شاء الله بإذن الله. شكرا. 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 طبعا ده كان لقائنا مع كابتن هشام حنفي احد نجوم النادي الاهلي السابقين، كله خلاص مستعد لهذه المباراه، اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه ويقدر يحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. عوده